ومعنا عبر الهاتف من البلقاء مدير مديرية صحة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك معنا. يعني بعد متابعتنا لهذا التقرير وحسب ما قيل فيه بأنه المركز الصحي لطوال الشمالي جاهز من تقريبا 3 شهور، لماذا لم يتم افتتاحه أو إعادة افتتاحه من جديد كل هذه المدة؟ نعم يا سيدتي، صباح الخير لك ولجميع الإخوة المشاهدين. الحقيقة أنه مشروع توسعة وصيانة مركز طوال الشمالي هو مشروع بدأ وطرح في العام 2018، وسارت الأمور على ما يرام في البداية، إلا أننا دخلنا في جائحة كورونا، وتعلمين ويعلم الجميع ما أثرت بهذه الجائحة على كافة القطاعات، ومنها قطاع الأبنية والمقاولات. تمام. الآن الكشف الأخير، المبنى شبه جاهز، يعني 99% الآن هو جاهز. تم الكشف على المبنى من قبل مهندسي الأبنية والصيانة في وزارة الصحة مع المقاول المشرف، وتم توجيه بعض الملاحظات. تعلمين سيدتي هذا عطاء حكومي طرحته وزارة الصحة، ولا يمكن أن نقبل شيء ناقص، وبالتالي مهندسي الوزارة وجهوا بتصويب بعض الملاحظات. طيب. وهذا ما كان. نعم. طيب، تصويب هذه الملاحظات كم يحتاج من الوقت دكتور؟ والله سيدتي نحن كوزارة الصحة يعني متابعين، ومعالي الوزير شخصيا يعني متابع. نعم. إلا أن هذا أمر فني يعني متعلق بالأمور الهندسية، يعني أنا ما بدي أعطي موعد أقول والله بعد شهر وأخلف بموعدي، إنما أعتقد أنه العمل يعني يسير على قدم وساق لإنجاز هذا المشروع في أقرب وقت إن شاء الله. نعم، يعني حضرتك تعلم بأنه عدد كبير من المواطنين بيستفيدوا من هذا المركز القريب منهم، وبالتالي بيكون في عناء ومشقة للذهاب إلى مستشفيات أو مراكز صحية أخرى، فهم بأمس الحاجة له، فيجب متابعة هذا الموضوع. ماذا عن نقص الكوادر دكتور؟ أيضا خلال التقرير تابعنا وتحدث بعض الأشخاص عن نقص الكوادر اللي أيضا ساهمت بزيادة الضغط على المركز البديل، فما هي الحلول؟ ماذا يعني ماذا فعلتم وكيف تصرفتم بهذه المشكلة؟ نعم يا سيدتي، يعني لنكن واضحين ورسالة لكل الأهل، أهلنا في لواء دير علة مثلهم مثل باقي أهلنا في كل محافظات وألوية المملكة. نحن كوزارة الصحة يعني نسعى جاهدين إلى تأمين أفضل الخدمات وضمن الإمكانيات المتاحة. نقص يعني لا أكشف سرا، نقص الكوادر الصحية موجود في كل القطاعات، في القطاع العام وحتى في القطاع الخاص، إلا أن وزارة الصحة على تواصل دائم مع ديوان الخدمة المدنية، ونطلب احتياجاتنا، وكما ذكرت ضمن الإمكانيات المتاحة نحن نسعى إلى توفير العدد الكافي من هذه الكوادر. الآن بما يتعلق بخدمة أهلنا في مشروع أو منطقة طوال الشمالي، نحن قمنا بتأمين المواطنين بمركز قريب يبعد حوالي 1.1 كيلومتر، هو المركز الريادي، وقدر الإمكان الخدمات مقدمة بالحدود المقبولة، وبإذن الله لن يطول مشروع طوال الشمالي، وسيتم تشغيل هذا المركز قريبا بإذن الله. نعم. طب دكتور، ما مدى كفاية المستشفى الوحيد بهذه المنطقة والـ16 مركز صحي لخدمة ما يزيد على 80,000 مواطن في لواء دير علة؟ هل هذا العدد كافي، وهل هناك نية لزيادة أعداد المراكز؟ أعتقد سيدتي أنه لواء دير علة بعدد سكانه اللي يتراوح تقريبا حوالي 80,000 نسمة، عدد 16 مركز صحي ما بين شامل وأولي وفرعي هو عدد كافي، لا بل أراه زيادة.
ليس المهم بناء المراكز الصحية وكثرتها، المهم هو تأمين المركز الصحي بكادر كامل يقدم الخدمات الصحية بالشكل الصحيح. يعني لا يعقل أن يكون هناك مراكز صحية بلا طبيب ويتم تغطيتها بشكل جزئي. هذا يعني بالنسبة لنا كوزارة الصحة شيء غير مقبول، ونسعى نسعى جاهدين إلى تأمين كافة المراكز بكوادر كافية. أعتقد أنه بالمنظور القريب ليس هناك توجه لزيادة عدد المراكز. كما ذكرت المنطقة مخدومة بمستشفى يؤدي الغرض، وهو من المستشفيات الطرفية، يقدم خدمات تخصصية في مجمل التخصصات العامة. نعم. والمستشفى المركزي الرديف له هو مستشفى الحسين السلط الجديد في حالات احتياجنا إلى تحويل مرضى لغايات أكثر تخصصية وفحوصات أكثر تخصصية يتم تحويل المرضى إليه. شكرا جزيلا لك دكتور. كان معنا عبر الهاتف من البلقاء مدير مديرية صحة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود.